أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. اليوم عاوز هيك أرفع صلاة لكل شخص عم بيشعر إنه الأبواب مسكرة، الأبواب مغلقة أمامه. كتير مرات منحاول نفتحها أو منحاول نعمل شيء، لكن منشعر إنه الدنيا كلها مسكرة. والله على فكرة في شغل فتح الأبواب، الله ما بيحب يسكر الباب أمام أي حد إلا إذا كانت إرادته ومشيئته حتى يحولك للمسار الصحيح. وأكيد خطة الله أكبر من المحدودية بتبعتنا، والله شايف الأمور لإلنا أفضل من ما إحنا شايفينها لأنفسنا. والعنوان اليوم: يا رب يفتح الباب أمامك. وهي فعلاً بصليها من كل قلب إنه الرب يفتحها عليك وينور عليك يا رب، ويفرجها عليك وعلينا إن شاء الله، هيك بتشوف الخير وتشوف البركة من الرب. اللي لمسني في هذه الآية في أعمال الرسل صحاح 12، مكتوب عن أغرباس أو هيرودس أغرباس الأول اللي قطع رأس الشهيد الأول أو الرسول الأول في المسيحية. طبعا استفانوس استشهد، هو شماس، بس واحد أول الرسل هو يعقوب استشهد قطع راسه، وبعدين ألقى القبض على بطرس الرسول حتى يرضي اليهود. ولكن بمعجزة الله أرسل ملاك وأقام بطرس وخرجوا. طبعا إلى الخارج كان في عدة أبواب مسكرة، ولكن اللي لمسني فانفتح لهما، يعني من ذاته بيتكلم على الباب. يعني اليوم في اوتوماتيك، انت لما بتفوت على مول او على اي محل الباب اوتوماتيك. بالضبط هيك كان في ايام بطرس، كانه الباب اللي مقيد بالسلاسل ومربوط في السلاسل وابواب الحديديه اتفتحت لوحديها. وكمان في قصة بولس وسيلة برضو كمان كانوا موجودين في السجن، كانوا يصلوا وكانوا يسبحوا الرب. اسمع ايش مكتوب في كلمة الله: فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. فإذا الباب بيفتح لما الله بدي ينقذ شخص، والباب بيتفتح لما الشخص عاوز يكون في مركز مشيئة الله، والأبواب بتتفتح والقيود بتتكسر لما منمارس حياة الصلاة والتسبيح للرب. وأكيد القيود والأمور رح تتفتح، لأنه مش منشوف الصورة الباهتة أنه أنا موجود في السجن أو مستعبد أو مقيد، ولكن شايف الرب اللي هو فوق كل هذه الظروف. شوف كمان في جملة حكاها الرسول بولس عن الخدمة، عن باب الخدمة، بقول: لأنه قد انفتح لي باب عظيم فعال. لكن مع كل باب مفتوح بكمل بقول: ويوجد معاندون. دائما لما في أبواب مفتوحة بدك تعرف أنه فعلا أنت في إرادة الله، بتشوف دائما في معاندين للأبواب المفتوحة. في سفر الرؤيا إصحاح 3 مكتوب: الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. أو كما قال: جعلت أمامك بابا مفتوحا. والرسول بولس لما صلى، مع أنه كمان كان موجود في سجن روما، لما كتب لكنيسة أفسس في الإصحاح 6 قال، يعني يرفع صلاة من أجله ومن أجل القديسين، صلاة بالروح، ولأجلي شو عم بصلي؟ لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي. إنه الله يفتح الأبواب، يفتح الطرق حتى وهو في السجن، الله يفتحها، إنه الله يستخدمه حتى يبشر ويكرز ببشارة الإنجيل. مكتوب: عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل. أنا بتحرك دائما، مشان هيك مرات الكاميرا بتهز أو بتفتل. ولكن أحبائي
عاوز أشجع كل شخص اليوم، إذا أنت اليوم عم تشعر إنه الدنيا مسكرة والباب مسكر، صلي صلي، لأنه الله بيفتح الباب. بقول الكتاب انفتح من ذاته، ولما صلوا وسبحوا انفتحت الأبواب. ولما الله بيفتح باب الخدمة بيفتح باب حتى لو كان في معاندين، ووعد الرب إنه يجعل أمامك باب مفتوح. فالسؤال، إيه هي المعطلات والموانع اللي بتمنعك إنك تشوف الباب مفتوح؟ محتاج يمكن تطلب الرب، محتاج إن يكون في فحص داخلي في القلب من خلال نور المسيح ونور الكلمة. وإذا في خطية اعترف وتوب عنها وصلي إنه الله يوريك الباب المفتوح، لأنه لما بتكون في مركز مشيئة الرب حياتك بتكون أقوى وفيها ثمر وإنتاج أكثر منك أنت بتحاول تشتغل بعضلاتك وبحكمتك الإنسانية أو بطريقتك الخاصة. بصلي إنه الرب يفتح أمامك الباب ويسدد كل احتياج في حياتك، وفعلا تشوف البركة والخير من عند الرب. ربنا يباركك وشارك هذا الفيديو.